ويمشي عماد فتحي، والهجمه الخطيره عماد فتحي من احسن ناس بيقطع كرات. عماد فتحي يخش بيها لجوه، عماد فتحي هيشوط والهدف الاول، جول الهدف الاول. هشام هيعمل ايه؟ هشام هيخش بكره لعبه حلوه قوي لعبد الرازق، هوبا هدف التعادل، جول احمد عبد الرازق، احمد عبد الرازق هدف التعادل لفريق المريخ مباشره لصالح فريق دمياط. عماد فتحي يلعبها داخل منطقه الجزاء ويطلعوا الجول، دمياط جول لفريق دمياط في الثانيه الاخيره من المباراه، يحرز فريق دمياط هدف الثاني. الحمد لله رب العالمين، مكسب كبير على فرقه كبيره، نادي المريخ نادي كبير وطول عمره نادي بينافس على الصعود للدوري الممتاز. احنا ان شاء الله باذن الله من اول يوم هدفنا الصعود ومركزين الحمد لله رب العالمين. والله الحمد لله كوره، يعني انت بتتكلم ان انت خسرت في اخر دقيقه في الوقت الضايع، كره تعتبر طايشه، كره فاول اتعمل كده برضو ما اترفعوا، يعني هي حاجه بتاعت ربنا الحمد لله، وربنا مش رايد يعني الحمد لله. الحمد لله اللعيبه كلها رجاله، جهاز فني محترم، احنا النهارده عملنا ماتش كويس الحمد لله، من اول دقيقه احنا جايين نكسب مش جايين نتعادل. فرقه دمياط السنه دي مختلفه جدا عن السنه اللي فاتت، اديك شفت الماتشات، كنت موجود في ماتش الرباط. مبروك لفريق نادي دمياط بلعب فرقه اول مجموعه، فرقه محترمه. احنا النهارده ما كناش كويسين وما كناش في مستوانا الشوط الاولاني، نزلنا الشوط الثاني الحمد لله كنا احسن من الشوط الاولاني، ضيعنا فرصه والثاني وجبنا جون التعادل، وربنا ما كانش راضي ان احنا نكسب واتغلبنا جون في الدقيقه الرابعه وده بالضيع، والحمد لله على كل شيء الحمد لله. احنا عملنا اللي علينا، الفرقه كانت احسن، احنا كنا احسن بكتير من دمياط بالذات في الشوط الثاني، يمكن تقريبا هم ما عملوش اي خطوره، احنا عندنا كم جون ضيعناه، يمكن حسابات الماتشات كلها من الاول خالص مش موجوده معانا، يعني احنا كل حسابات لو حسبت كل الماتشات اللي لعبناها كلها كده. احمد ربنا على المكسب النهارده الحمد لله، فوز صعب، ده اغلى فوز لينا السنه دي، ده ان شاء الله باذن الله 50% من الصعود، لان ده خلاص هيربعنا ان شاء الله على قمه المجموعه. احنا لسه ما نعرفش النتائج ايه، بس احنا مش هيفرق معانا نتائج اي حد، لان احنا الحمد لله احنا كسبنا الحمد لله. الحمد لله اللي وفقتنا يا رب وما ضيعتلناش تعب، والجمهور اللي جاي الالاف من دمياط وجاي راجع مبسوط وفرحان وبيرقص، الجمهور اللي شاف البهدله النهارده وتعب ويشحتوه منين يلقوه على السطوح، يشحتوه منين يلقوه في المدرجات، يقزحوا من على السور، نفسهم دمياط تصعد للممتاز. يا رب يا رب اسعدهم ونصعد هذا العام الى الممتاز. الحمد لله على الاداء والحمد لله على النتيجه، وان شاء الله ربنا كرمنا في الفوز في اخر دقيقه، وان شاء الله جاي احسن، واحنا الاول دلوقتي وبنوعد جمهور دمياط بالصعود ان شاء الله. الحمد لله فضل من ربنا، ودول النهارده السنه الماتش ده بصراحه كان اصعب مباريات اديناها في الدور الاول، وثلاثة بونت غاليين قوي 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 علينا الحمد لله، وده فضل من ربنا الحمد لله، بنشكر ربنا عليه، وبشكر اللعيبه الرجاله، وبشكر كابتن احمد الكاس المدرب الخلوق المحترم. طبعا احنا بنلعب تيم كويس، تيم محترم معاهم مدرب كويس، طول ال 90 دقيقه هم كانوا ممتلكين الكره، بس احنا طبعا النهارده بنلعب على الهجمه المرتده، احنا بنلعب بره ارضنا، بس اللي بعد ما جه فينا جون الكابتن احمد من بره فضل يقول لنا ان شاء الله هنكسب ان شاء الله هنكسب، وبفضل الله كسبنا. بعد مباراه دراماتيكيه عصيبه استطاع فريق دمياط ان يحسم الصداره المجموعه الرابعه ويفوز على فريق المريخ في ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد. كان معكم لبرنامج كورة بلدنا هاني الجباس.